لا شك أن لفصل الشتاء خصوصية تنطلق من أنه فصل الخير والعطاء، ولا بد من أن يكون هناك استعدادا تام من قبل الجهات المختلفة لتفادي بعض المشاكل والحوادث المرتبطة به، إلا أن مدينة معان غير مستقرة تماما لمواجهة أي ظرف طارئ، كما أشار رئيس بلدية معان قائلا: من صميم عملنا أنه نكون جاهزين على مدار الساعة لخدمة أهلنا في مدينة معان، فإحنا مقبلين على فصل الشتاء، لذلك يعني يجب أن نكون جاهزية كاملة لتصدي لأي ظرف طارئ. فالجزء البسيط من التهيئة تحاول البلدية السيطرة عليه من خلال الاهتمام بالشوارع والبنية التحتية لها وتنظيف وتسليك مجاري الأودية والأقنية ومصارف المياه وتجهيز السدود لاستقبال الأمطار. في هناك يعني ترتيب بيننا وبين مديرية أشغال معان، بيننا وبين الدفاع المدني، خطة طوارئ إن شاء الله لفصل الشتاء. بس إحنا حكيت قلت إمكانياتنا محدودة، آلياتنا محدودة، ولكن الكوادر البشرية موجودة. فهذا الاستعداد قد لا يكون بالحجم المطلوب لمواجهة أي ظرف طارئ، فالأمنيات كثيرة إلا أن الواقع شيئا مختلف. صهر كريشان.